خيمة مكر صغيرة أحرقت بلداً بأكمله وحولته إلى صالات عزاء. خيمة نسجت بعناية كجزء من ثورة مضادة لربيع فبراير الذي اندلع في العام 2011 بحثاً عن دولة ذات سيادة، جمهورية ذات عدالة، ومواطنة ذات مساواة. وجدت ميليشيا الحوثي في فبراير ثورة طيبة وقلبا غفور، فاستغلتها كبوابة لتحقيق مشروعها الإمامي ونافذة للغدر بقيم الجمهورية. وفي الوقت الذي كان فيه نظام صالح يمطر أطراف ساحات فبراير بالدم، كان الحوثي الذي سكن في قلب ساحة التغيير بصنعاء يطعن عقل فبراير السياسي ويحيك الغدر لأهدافه. وفي لحظة التقاء بين خصوم جمعهم العداء لربيع اليمن، تسلل الحوثي إلى الحوار الوطني بدعم إيراني ورعاية خليجية وتشجيع أمريكي. ومثل الحوار الوطني غطاء سياسيا لتمدد ميليشيا الحوثي من صعدة باتجاه عمران وصولا إلى صنعاء. ولم يكد ينتهي الحوار حتى كانت خطة الثورة المضادة في طريقها للتنفيذ. قضت الخطة التي رعتها دول خليجية بإنهاء ألوية عسكرية تدين بالجمهورية بمساعدة حرس جمهوري موال للإمامة. ولم ينتهي العام 2014 حتى سقطت صنعاء بيد تحالف انقلاب 21 سبتمبر. لكن خروج تحالف الحوثي والمخلوع صالح عن سكة قطار الخليج فرض على السعودية شن حرب شاسعة عرفت بعاصفة الحزم. طوال السنوات الماضية عملت ميليشيا الحوثي على تجريف كل ما له علاقة بالجمهورية، وتحول كل ما في صنعاء والمناطق الخاضعة لها من شوارع ومدارس وجامعات إلى محاضن لفكر الإمامة. في ظل مقاومة يمنية جمهورية صلبة ما كان لها أن تتأخر بالانتصار على الانقلاب لولا ذهاب عاصفة الحزم بعيداً عن هدفها المعلن استعادة الشرعية.